قالت وسائل إعلام رسمية في الأردن إن وزير الصحة نذير عبيدات أقيل من منصبه يوم السبت بعد وفاة 7 أشخاص بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد حيث يعالج مرضى فيروس كورونا. وذكر متحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء بشر الخصونة أقال عبيدات بسبب الحادث، وفي اعتذار علني قال إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث. وزار العاهل الأردني الملك عبدالله المستشفى في وقت لاحق في خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى نزع فتيل التوتر. مشاهدين، لمتابعة تفاعلات الموضوع وردود الفعل عليه ينضم إلينا من عمان العاصمة الأردنية مراسلنا مراد لبتوش. مراد، صباح النور بداية. صباح النور ليال. أهلا وسهلا مراد. الكل لاحظ تحرك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم أمس الذي زار على عجل مستشفى السلط التي شهدت الفاجعة الكبيرة. هل نجحت في تهدئة الأجواء زيارة العاهل الأردنية، وما هي آخر ردود الفعل من فضلك؟ نعم، يعني صدرت يوم أمس إرادتان ملكيتان، الأولى تتعلق بالموافقة على قبول استقالة وزير الصحة نذير عبيدات على خلفية مقتل 7 أشخاص في مستشفى السلط الحكومي ذهبوا ضحية نقص الأكسجين، بعدما أثبت الطب الشرعي بأن نقص الأكسجين هو المتسبب الرئيس في هذه الفاجعة كما تسمى هنا في الأردن. 4 رجال و3 نساء هم ضحايا هذه الحادثة. والإرادة الملكية الأخرى أن تكون وزارة الداخلية أو وزير الداخلية هو من يتولى حمل حقيبة الصحة مؤقتا. أيضا كان هناك موقف للملك عبد الله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عقب لقائه مع مدير المستشفى، وكان غاضبا الملك الأردني على من خلال حديثه. بعيد ذلك تم إقالة مدير المستشفى، وبعد ذلك أحيل إلى القضاء، وكان هناك 3 مدعين عامين يحققون بهذه القضية على إثرها تم توقيف مدير المستشفى و3 من مساعديه إضافة إلى مسؤول التزود في المستشفى، وهم الآن على ذمة التحقيق ينسب إليهم تهم التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات. هذا من الناحية القضائية والقانونية، لكن من الناحية السياسية أيضا هناك جلستان مهمتان اليوم لمجلس الأمة بغرفتي الأعيان والنواب، وكان رئيس مجلس النواب والأعيان قد دعا إلى جلسة طارئة لتداول حادثة السلط. ومن غير المعروف إن كان مجلس النواب سيطرح الثقة بحكومة بشر الخصاونة، لكن الحكومة تحملت المسؤولية الأخلاقية وقالت إنها تشعر بالخجل، وقد أمر رئيس الوزراء بأن يكون هناك حالة من التأهب على أقصى الحدود في مستشفيات الحكومية من أجل عدم تكرار المأساة التي حدثت. على الصعيد الشعبي ليال، ربما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك تعبير كبير عن حالة الغضب، وأيضا كان هناك ربما استنساخ للشعارات اللبنانية بكلهم، يعني كلهم، كان ذلك في إشارة إلى عدم الاكتفاء بإقالة وزير الصحة ومدير المستشفى. كانوا يطالبون بإقالة الحكومة وإسقاطها لأنها تسببت بهذه الفاجعة. على الصعيد التحرك الميداني كان هناك أيضا وقفات في عدد من المحافظات الأردنية، جميعهم كانوا يطالبون الحكومة بالرحيل، وكان ذلك لافتا أنه يتزامن مع ساعات الحظر، أي أنهم كانوا يخالفون أوامر الدفاع ويخرجون إلى الشوارع في حالة تعبر على مدى الغضب وأيضا حالة التعاطف مع ضحايا مستشفى السلط الحكومي، وحالة غضب واستياء أيضا من طريقة إدارة الملف الوبائي في الأردن. نعلم أن عدد الوفيات في الأردن بالإجمالي بعد سنة من هذه الجائحة 5000، وأيضا قاربت 500,000 إصابة. نعم مراد، يعني هي فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من سيعيد هؤلاء القتلى الذين لفظوا أنفسهم يوم أمس بمستشفى السلط، ولكن الأساس أن لا تتكرر من جديد. هل من إجراءات لمراقبة عمل المستشفيات في البلاد، خاصة أن الخطأ بشري بطبيعة الحال الذي أدى إلى الوفيات التي شهدناها يوم أمس؟ نعم، كان هناك إعلام من قبل رئيس الوزراء بحالة الطوارئ القصوى في كافة المستشفيات. على الفور تدخل الجيش وأرسل مستشفيين ميدانيين إلى كل من محافظة الكرك والسلط من أجل أن يقوما بالأعمال الموازية لعمل المستشفيات الحكومية حتى يتمكن المرضى من العلاج لهم. يتزامن ذلك أيضا مع ما تقول له الحكومة الأردنية بأن بعض اللقاحات وصلت من خلال ائتلافات دولية، ولكن عدد اللقاحات حتى الآن
متواضع جدا، 150 ألف شخص تلقوا اللقاح، وهو العدد القليل حتى نسبيا حتى هذه اللحظة. أيضا كان هناك أوامر دفاع سابقة تجيز للحكومة أن تسمح للمستشفيات الخاصة بأن تفتح أبوابها إلى المرضى المصابين بكورونا بعد عجز الكثير من المستشفيات الحكومية عن استيعاب الأعداد الهائلة لما يسمى بالموجة الثانية أيضا. لكن حتى هذا الأمر، أمر الدفاع، ما زال استخدامه محدود للغاية فيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة. إذا نحن الآن أمام ملف وبائي أطاح بأكثر من وزير، ليس فقط وزير الصحة. كان قبل أسبوعين تقريبا قد تم إقالة وزيري الداخلية والعدل على خلفية اجتماعهما في أحد المطاعم ودون تباعد اجتماعي، ما اعتبر أنه مخالف لأوامر الدفاع، وطلب منهم رئيس الحكومة بمغادرة الدوار الرابع، أي مغادرة رئاسة الحكومة. وبالتالي الملف الوبائي في الأردن يسبب استياء شعبيا، يضاف نعم. إليه أنه أطاح بعدد من الوزراء في إشارة إلى أن إدارة هذا الملف تحديدا تعتبر ما زالت صعبة جدا. يعني مراد، يبقى الأساس اليوم جلسة مجلس الأمة الأردني بغرفتيه كما ذكرتم للتو، لا معلومات عن إقالة للحكومة، هل سيحضر العاهل الأردني، وما هو التوجه في بعد ساعة من الآن بهذه الجلسة؟ يعني هي جلسة خاصة لأعضاء مجلس النواب ستكون. كان هناك قبل هذه الحادثة بأيام، كان هناك بعض من النواب يجمعون تواقيع من أجل مذكرة طرح الثقة بالحكومة على خلفية تعديل حكومي. قال بعض النواب بأن الحكومة أو رئيس الحكومة لم يستمزج آراء النواب حول التشكيلة الحكومية، والدستور الأردني هو يتم بالتصويت على الحكومة حين تشكيلها في المرة الأولى دون التعديل الحكومي. كان هذا الاستياء، جاءت حادثة الصل وهذه الفاجعة حتى تزيد من نشاط بعض النواب الذين بدأون اتصالات من أجل مدى طرح الثقة أو لا، لكن هذا يعتمد على مدى إجماع، أولا إجماع النواب اليوم من أجل طرح الثقة بالحكومة أو لا، وأيضا النواب أبناء محافظة البلقاء التي ينحدر إليها مدينة الصلط حول تحركهم في هذا المجال. لكن ما زال الوقت مبكرا ربما للحديث عن مدى جدية البرلمان الأردني في طرح الحكومة. أمس التقيت مع عدد من النواب، قالوا إنها فرصة ذهبية لهم لاستعادة هيبة هذه المؤسسة البرلمانية شعبيا إذا ما طرحوا الثقة، سيما بأن حالة المزاج الشعب العام في الأردن هي تذهب في هذا الاتجاه برحيل الحكومة. وبالتالي رئيس الحكومة يوم أمس قال نتحمل المسؤولية الأخلاقية، لكنه حتى اللحظة مصر على بقائه في الدوار الرابع، ومن غير المعلوم إن كان ذلك سيتم من خلال البرلمان أم أن الحالة أو الوقفات الاحتجاجية في الشارع الأردني قد تتطور لاحقا كما حدث عام 2018 حينما خرجت مظاهرات في الشوارع وتم الإطاحة بحكومة سابقة، حكومة هذا الموقف. نعم، مراد لبتوش مراسلنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.